السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. سمارة يحيى تشكر الله وأبو جبل يتألق. ستوري جديد للأميرة سمارة يحيى قالت فيه: يا الله، هذه المرة لا أطلب منك شيئا ولكنني أشكرك على كل شيء. وكالعادة أبو جبل يتألق مع الزمالك في مباراته اليوم، ولكنه حزين بعد تعادل فريقه المخيب للآمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.